حدا بيسرق حاله، مقولة كتير بنسمعها فحواها إنه الإنسان ما بيسرق من أملاكه لأنه إله. بالعراق وتحديداً بمنطقة الغدير هالقاعدة كسرتها طفلة عمرها 15 سنة، سرقت من بيت أهلها مبلغ 100,000 دولار و2 كيلو ذهب. خلونا نشوف الفيديو. البنت يبدو أنه ما عملت هاي الجريمة لحالها، زوجة والدها حكت بتقرير مصور على قناة الشرقية تفاصيل هاي السرقة. شكو صاير شيء؟ قالت إيه صاير شيء في هاي الغرفة، فدخلت داني بالغرفة مالتها لقيتها مذببة أغراضها بالقاع، قالت بس تقعدي لي دقيقة بس خلا طب للحمام أجيب تليفوني وأجي. قلت لها أوكي، لازم بنتي بإيدي بعدني ما قاعدة عشان أسد علي الباب. هذا الباب الغرفة سددته. فسدت الباب بقى ابني يصيح ويبكي ويزوع. صحت لها لينا فتح الباب لينا ما فتحت الباب. أخذت الذهب وأخذت الفلوس والمزمسكات وراح. الشارع العراقي عبر عن رأيه من خلال منصات السوشيال ميديا. البعض شاف أنه قصة زوجة الأب ممكن تكون غير صحيحة وأنه البنت ممكن ما تكون سرقت. غفران علقت وقالت أغلب زوجات الأب 85% ظالمات ويسرقن حقوق الأولاد وأموال ومجوهرات أمهم المتوفية، واحتمال هاي تكون ما بايقة أو ما سارقة وهربانة بروحها، وإذا أخذتهن فهذا مال أبوها يعني، وإلى السدس بس من الورثة. الله أعلم والبيوت أسرار، أهرتني هاي البنية. أما تعليق من أم إسلام بيقول إحنا بناتنا وحدتهم بالعشرينات وبتعاركوا على نسلة أو هاي الماركة تبع الحليب، وهاي نص عمرهم وحايكتلها مؤامرة على مرت أبوها وضربت ضربتها السوبر وومن تهانينا. أما زهراء علقت بسبب النت والصحبة الموزينة مرات ينلعب بعقلهم، مراهقة الله يهديها ويثبت عقلها.